السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ عساكم بخير. معكم اخوكم سالم البادي من قناتكم المميزه الماستر سلوم اكس. اليوم جبنا لكم اهم تفاصيل اي اس 14، نظام الايفون الجديد والايفونات الحاليه، في تفاصيل حلوه وراح تستمتعوا بحلقه اليوم. لكن قبل لا نبدا، ادعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد مثل هالفيديوهات. خلينا ندخل في التفاصيل. قبل لا نبدا حبيت اخبركم شغله، ان كل مصادر من اخبارنا لازم تكون مصادر شبه موثوقه، يعني إذا الخبر تحس أن كأن إشاعة مستحيل نحطها في هذا القناة عشان يوصلكم كل جديد بدون كذب وبدون أي لف ودوران. خلينا ندخل في القائمة الطويلة للتسريبات اللي حصلناها من مصادرنا الرسمية. أولاً، متصفح سفاري راح يكون فيه مترجم يترجم الصفحات بزر واحد مثل تقريباً تطبيق كروم، فهذه الخاصية مفيدة جداً. اللي يدخل مواقع وما يعرف اللغة اللي موجودة بزر واحد راح يقدر يترجمها إلى اللغة المفضلة عنده بكل سهولة. بالإضافة أن أبل راح تدعم البنسل لصفحات الإنترنت مثل يوتيوب ستوديو والمواقع الثانية، اللي يحب يستخدم القلم في التصفح راح تكون مفيدة جداً مع تحديث iOS 14. ومثل ما قلنا لكم سابقا، ان ابل عندها هذه القطعه اليو 1 شيب اللي كم مره تكلمنا عنها في هذه القناه، اللي راح تغير العالم بشكل كبير والجي بي اس وكل هذا. راح تنزل تطبيق خاص في iOS 14 وراح نشوفه نهايه هذا الشهر. هذا التطبيق الواقع المعزز او الواقع الافتراضي، اللي من خلاله بمساعدة الرادار الموجود في آيفون 12 برو والآيباد برو راح نقدر نستفيد منه بشكل كبير، وراح يكون في تعاون مع ستاربكس. ما أدري إيش السالفة، لكن يمكن نقدر نشوف طلبيات عن طريق 3D، نسوي سكانس حق الكودز وكذي. بيكون في شيء مميز لكن ما عرفناه بعدنا، لكن بنعرفه خلال 3 أسابيع. وبالإضافة، مثل ما خبرناكم من شهرين سابقا، أن أبل قاعدة تشتغل على القطعة التايلز اللي راح تقدر تحطوها في البوق وتحصلوها. أبل راح تحط هذه القطع موجودة، حصلوا الكودات موجودة في iOS 14. بالإضافة أن راح تقدر تدور على هذه القطع عن طريق الواقع الافتراضي، يعني تشغل الكاميرا وتشوف العالم وتشوف القطعة وين بالضبط مكانها عن طريق تطبيق العثور على الآيفون وعن طريق القطعة هذه واليو 1 شيب اللي موجودة في آيفون 11 و11 برو و12 برو. هذه القطعة سالفة بروحها، فسويت لكم فيديو سابق بحطه تحت في الديسكريبشن اللي حاب يعرف عن هذه القطعة كيف بتغير مستقبلنا. بالإضافة، الآيوس 14 تهربوا داخله، حصلوا كودات يبين ان أبل تشتغل على مفتاح ذكي مع البي ام دبليو. وأنا خبرتكم سابقا من كم شهر ان أبل قاعدة تشتغل على المفتاح بواسطة الشيب اللي موجودة اليو 1 شيب اللي خبرتكم عنها، فيها وايد ميزات. فاحتمال كبير نهاية هذه السنة أو السنة القادمة البي ام دبليو بعض الإصدارات راح تقدر تشغلها بدون أي زر بدون أي شيء، فقط تقرب على السيارة بتعرف إن هذا آيفونك وهذه سيارتك، وبيفتح الباب بكل سهولة. ومن شهرين تقريبا قلنا لكم ان ابل قاعده تشتغل على ايربودز جديده وراح تنزلها في المؤتمر القادم اللي بعد 3 أسابيع تقريبا، وطلع صح ايربودز، لكن اسمها ايربودز ستوديو، لكن بتكون كبيره ما بتكون ايربودز صغيره، بتكون مثل سماعات البيتس. لكن ابل شافت ان سمعه بيتس مش اقوى من مثل سمعه الايربودز، فقالت خلاص نحن بنكنسل ماركت البيتس العالميه وبيخلوا سماعات بتقنية البيتس لكن باسم ايربودز، فبيسموا سماعتهم الجديدة اللي بتنزل بعد 3 أسابيع ايربودز ستوديو، بتكون قيمتها تقريبا $349 بدون ضرائب. بالإضافة، أبل كي تشين أو سلسلة المفاتيح، هذه الخاصية اللي لما تدخلوا على موقع وأبل تحط لكم الباسورد أو تخزن الباسورد عندها، هذه سلسلة المفاتيح راح تتحدث بشكل كبير، وبتكون في إضافات كثيرة مثل تطبيق One Password، يعني راح تستفيدوا بشكل مضاعف عن هذه الميزة الرهيبة اللي أنا شخصيا أستخدمها بشكل كبير. أحسها بدل لا أحفظ مليون باسورد أحفظ باسورد واحد واللي هو باسورد الآي كلاود، ومن خلاله أقدر أخزن كل باسوردات المحتويات اللي عندي. أهم شيء هذا الباسورد، وأفعل خاصية تو فاكتور اوثنتيكيشن أو التحقق بخطوتين، وأكون بأمان ما حد يقدر يخترقني وكل الباسوردات في مكان واحد. أما الخبر الأروع لعشاق الآيفون، أبل راح تدعم كل الآيفونات اللي حاليا على iOS 13، يعني من آيفون 6S
وانت وطالع كل الايفونات اللي موجوده، وهذا خبر حلو حق الاشخاص اللي عندهم ايفونات قديمه، وخبر حلو ان ابل قاعده تهتم حتى بالايفونات القديمه، يعني حتى لاصحاب ايفون 12، لان اللي اشترى ايفون 12 مثلا او 11 وعنده هذا الايفون راح يقدر يخليه اكثر من 5 سنوات، وابل بعدها بتدعمه بالتحديثات الامنيه، التطوير في النظام والى اخره. ومثل ما خبرناكم سابقا، ابل راح تعلن عن هذا النظام بعد 3 اسابيع تقريبا في 22 يونيو، وراح نغطيه اول باول، ففعلوا التنبيهات لان احتمال صغير انه يتاجل بسبب الاحداث الحاليه مثل ما تاجل مؤتمر بلاي ستيشن. وطبعا ابل بعد ما تعلن عنه راح تنزله بشكل بيتا او نسخه تجريبيه، وراح نراويكم كيف تقدروا تنزلوه في اجهزتكم بدون لا تنتظروا لحد اكتوبر. وهذا كان الفيديو لهذا اليوم، اتمنى انكم استمتعتوا، شكرا لكم على الدعم المستمر، ولحد الفيديو القادم أشوفكم على خير.